عايز ابتدي واتكلم معاكم طبعا اكيد على الاسبوع الثالث من الدوري العام المصري اللي بدأ امس واستكمل النهارده بثلاث مباريات يمكن امبارح كان المباريات افضل بكتير كان في اثاره اكبر بكتير النهارده الثلاث مباريات بهدفين فقط من اصل ثلاث مباريات امبارح مباريات كانت يعني مثيره جدا 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 مباراه فاركو بي 4 3 مباراه النادي الاهلي 1 1 وضربه جزاء ضائعه وجدل تحكيمي يعني وبيراميدز بعد ما كان مغلوب 1 0 يعود في اللقاء بنتيجه 3 1 يعني امبارح كان بصراحه يوم مثير وجميل لكره القدم المصريه النهارده يوم باهت شويه نوعا ما لكره القدم المصريه بقله الاهداف، ولكن قبل ما نتكلم عن اي مباراه لسه مباراه المصري البورسعيدي هي مباراه الزمالك تعتبر، الزمالك والمصري البورسعيدي بتقام في برج العرب كالعاده. دلوقتي مش عايز اتكلم ليه الزمالك اتغلب، مش هقول دلوقتي ليه الزمالك اتغلب، ولكن عايز ابارك للنادي المصري البورسعيدي. النادي المصري البورسعيدي يستحق الفوز. بورسعيد من حقها تفرح. جمهور بورسعيد من حقه يفرح بفرقته علي ماهر اجاد لعيبه المصري محمود جاد اجاد و يعني يمكن مرورا بقى بباهر المحمدي بهاشم بعراقي بحسن علي بمحمود حمادة بكل اللعيبة مش بالشامي بصلاح محسن ب يعني كل اللعيبة كانت مميزة ميدو جابر عبد الرحيم دغموم كل اللعيبة كانت مميزة النهارده جدا جدا وعندها التزام تكتيكي داخل الملعب عكس الزمالك عكس الزمالك اللي بدا اللقاء بصوره باهته جدا لعبته ما عندهاش اي دوافع آآ 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 لعبته غير ملتزمه تكتيكيا اما انت تعرف الفرقه الكبيره امتى يا جماعه تعرفوا الفرقه الكبيره اما بتفقد الكوره مش وهي معاها الكوره وكل واحد احنا لعيبه كوره والفرقه معاها كوره كل واحد عايز يتحرك كل عايز يستلم كل عايز يروح ويرقص واحد على واحد كله لكن لما بتيجي تفقد الكوره بتعرف بقى قيمه المدرب وقيمه اللعيبه ومدى التزامه فما تيجي تفقد الكورة هتلاقي مصطفى شلبي بيكسل هتلاقي شيكابالا ما بيرجعش هتلاقي زيزو لو نزل ما بيرجعش هتلاقي مشلاك ما بيرجعش هتلاقي دونجا في نص الملعب هتلاقي الفرقه ما بتعرفش تستخلص الكره بسرعه هتلاقي الفرقه اللي قدامك بتباصي عليك كتير ده معناها ان اللعيبه ما بتضغطش اللعيبه كلها ما بتضغطش ك ككتله واحده فالنهارده احنا بنتكلم ان المصري يستحق الفوز يستحق الفوز ولو جينا بقى تحكيميا في هذا اللقاء حن يبقى بقى فقر فني ما يجي يقول لك اصل كريم عراقي كان فيه شده بسيطه ما اعرفش ايه وكده اصل نوع الفانيلا بقى وما اعرفش ايه يعني شده اه في شده من كريم العراقي لو هجيبها لكم بعد شويه لكن يعني لا ترتقي انها تكون ضرب الجزاء فاول اللي مش لك كريم العراقي ضربه الحكم يعني عادي كور عاديه ما فيش حاجه اثرت في نتيجه اللقاء من وجهه نظري يعني وما ينفعش كره مشلاك دي تحتسب ضرب الجزاء ساعات بيبقى في شده من الفانيلا بسيطه ما تؤديش ان انت تقع يعني لكن لكن في النهايه وكان في تنافس تنافس في البدايه ده اللي انا أه بقوله المصري النهارده يستحق الفوز ولكن هنا كمان عايز اقول حاجه مهمه جدا لجمهور المصري وجمهور نادي الزمالك ناس كتير قوي بتقول لك سكواد الزمالك وحش ايوه هو سكواد الزمالك وحش بس مش طبيعي ان انت تتغلب من المصري اربع سنين اربع مرات واربع سنين مش عارف تكسب يعني اربع مرات ورا بعض الدوري اه 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 الدور الثاني السنه اللي قبل اللي فاتت وبعد كده الدور الدور الاول والثاني السنه اللي فاتت وبعد كده الدور الاول السنه دي فانت عندك مشكله الزمالك كان يقول لك كعبه عالي وبتاع لا وبرج العرب الزمالك ما بيعرفش يلعب مع المصري هناك لا مفيش حاجه كده في الكوره لو اتغلبت اربع اول مره في التاريخ على فكره عمر ما حصلت ان المصري البورسعيدي كسب الزمالك اربع ماتشات ورا بعض من سنه 1948 تمام؟ وده المصري على فكره المصري على فكره بالسكواد بتاعه ده بلاعيبته بمدربه لسه متعادلين مع الجونه الماتش اللي فات في برج العرب والجونه فريق عادي واقل من العادي والسكواد بتاعه من اقل السكوادات اللي موجوده في الدوري، فما تيجي تقول لي مثلا والله الزمالك محتاج لعيبه اه ده الزمالك محتاج لعيبه عشان مثلا بتلعب مع في نهائي افريقيا بتلعب مثلا في الكونفدراليه في النهائي او في الدور قبل النهائي حتى مش محتاج لعيبه ما بتلعب دوري المجموعات باللعيبه اللي موجوده معاك دي محتاج لعيبه ما تيجي تلعب قدام الاهلي ماشي ما تيجي تلعب قدام الترجي تيجي تلعب قدام سان داونز تيجي تلعب قدام بيراميدز لكن ومصري فرقه تقيله وكويسه وكل حاجه بس مفيش فروق في السكواد بين المصري والزمالك يعني ما اقدرش اقول ان المصري سكواد المصري اقوى مئة مره من سكواد الزمالك فبالتالي انت لما تيجي تتغلب من المصري ده تقصير منك انت مش قصه لعيبه فما يكون عندك نصر ماهر وعندك علي م... ناصر ماهر وعندك عبد الله السعيد وعندك دونجا ود... وكل دول منتخبات ولعبوا منتخبات وعندك بنتايك وعندك عمر جابر اللي الناس بتطالب ان هو يكون موجود في المنتخب وعندك المسلوسي وعندك سيف الجزيري وعندك نصر الاسطوره وعندك آآ آآ يعني آآ لعيبه كتير وزيزو وزيزو, وزيزو